أهلا بكم. ترامب في الرئاسة الأمريكية في لحظة عاصفة يمر بها العالم والمنطقة، الخبر الذي لن تبقى تأثيراته منحصرة داخل حدود القوة الأولى في العالم، بل سيكون تأثيره شاملا على صعيد السياسة العالمية. يمنيا بادرت الرئاسة إلى تهنئة ترامب متمنية أن يكون عهده صفحة جديدة، ليس فقط على مستوى العلاقة بين البلدين، بل وأيضا منعطفا جديدا في الأزمة اليمنية التي صار عمرها أكثر من عامين. في هذا المساء نناقش الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز ترامب وتأثير ذلك على الأزمة اليمنية. إذن مشاهدينا، بوصول ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية يتوقع المراقبون أن تتغير أشياء كثيرة، بينما يعني من بين هذه التغيرات طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع أزمات الشرق الأوسط، وهي الأزمات التي تشعل العالم في هذه اللحظة. وعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على تأثير وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، إلا أن خطابه خلال حملته الرئاسية يشير إلى أن طريقته في التعامل مع الأزمات سيختلف عن طريقة الإدارة السابقة. بين هذه الأزمات تبدو الأزمة اليمنية مرشحة للدخول في منعطف آخر بالنظر إلى خطاب ترامب حول الأطراف الإقليمية التي ترعاها، وتحديدا إيران والسعودية. فما مقدار التغيير المرتقب في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة اليمنية وفي أي اتجاه؟ هذه التساؤلات وغيرها سنطرحها على ضيوفنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ومن اسطنبول الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري، وسينضم إلينا أيضا من القاهرة الباحثة والكاتبة ميساء شجاع الدين. ولكن مشاهدينا سنبدأ النقاش بعد أن نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. فصل جديد من المنتظر أن تدخله أزمات المنطقة والعالم بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها الأزمة اليمنية التي توقع أن تأخذ مسارا آخر خلال الأشهر القادمة في ظل رئاسة ترامب. حتى الآن لا حدود معروفة للمسار الذي ستأخذه الأزمة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، ومن المبكر الحكم على ذلك المسار، إلا أن خطاب ترامب الرئاسي يوحي بأن ثمة تغيرا كبيرا ستشهد السياسة الأمريكية تجاه أزمات العالم والمنطقة. ترامب الذي يبدو غير مرتاح لمواقف الإدارة الأمريكية السابقة تجاه عدد من القضايا بينها أزمات الشرق الأوسط، يبدو أيضا متحمسا للانخراط بشكل أوسع في هذه الأزمات نظرا لتبعات السياسة السابقة على مكانة أمريكا وأمن العالم. الأزمة اليمنية التي تنهي عامها الثاني كانت طوال العامين الماضيين تتأرجح، وكان الموقف الأمريكي أحد أسباب هذا التأرجح. فخلال عامين من عمر الأزمة كانت الإدارة الأمريكية تدعم عمليات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وتؤكد في كل مرة أنها تقف إلى جانب الشرعية، إلا أنه لم يكن خافيا أنها تحتفظ بعلاقات قوية مع ميليشيا الحوثي. يرى مراقبون أنها تأتي ضمن سياسة أمريكية صارت أوضح خلال الأعوام الأخيرة، وتسعى لتمكين الأقليات في المنطقة والتعامل معها ضمن خطة إعادة ترتيب المنطقة. وهذا ما بدا واضحا في مقترحات كيري وزير الخارجية الأمريكي التي صارت أساسا للحل السياسي المقدم من المبعوث الأممي لليمن، والتي تؤكد السلطة الشرعية أنها تنحاز للميليشيا وتشرع انقلابها ولا تزال محل رفض حتى اللحظة. ولهذا بادرت الرئاسة اليمنية إلى تهنئة ترامب بالفوز، متمنية في رسالة بعثها الرئيس هادي عقب إعلان نتائج الانتخابات أن يؤدي فوز ترامب إلى تعزيز التعاون لخدمة السلام والاستقرار لشعوب المنطقة، مؤكدة أنها تتوقع دورا أمريكيا أكبر في الأزمة اليمنية. وزيادة على كون ذلك إجراء دبلوماسيا معهودا، فإنه يشير لامتعاض يمني من دور الإدارة الأمريكية السابقة في الأزمة اليمنية، وتمنيا بأن تكون أمريكا في عهد ترامب أكثر حزما في رفض الانقلاب وأكثر دعما للسلطة الشرعية. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سنبدأ مع ضيفنا المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك. سيد إبراهيم مساء الخير. سيد إبراهيم هل تسمعني؟ أهلا وسهلا. أهلا بك سيد إبراهيم ومساء الخير عليك. مساء النور عليك وعلى مشاهديك الكرام. أهلا بك. إذا بدأنا معك سيد إبراهيم، من دلالات نتائج الانتخابات الأمريكية ووصول ترامب إلى الرئاسة في هذه اللحظة المتوترة عالميا؟ أنا في اعتقادي ما حدث في أمريكا هو انقلاب أبيض، نظرا لما حدث في كثير من المناطق من ضمنها الشرق الأوسط، وأيضا السياسة الديمقراطية نحو الداخل الأمريكي. هناك عدة أسباب أدت إلى، ليس فقط إلى وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ولكن حتى يعني وصول الديمقراطيين والتحكم على مجلسي الشيوخ والنواب،
وايضا كثير من الـ من الـ الـ المراكز السياسيه الاخرى. الان الديمقراطيون الجمهوريون سيسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، وايضا البيت الابيض سيسمح لهم ذلك بتغيير مسار الولايات المتحده في الاتجاه الذي يطلبونه المحافظين الجدد في الولايات المتحده. هناك مشاكل كثيره داخل الولايات المتحده بما فيها تحديد مسار المحكمه العليا، وهذا الاهم في ما حدث في الامس. هناك المقاعد الشاقرة في المحكمة العليا، وكما تعرف المحكمة العليا اتخذت قرارات في الأعوام الأخيرة ضد المواطن الأمريكي، من ضمنها اعتبار الشركات كمواطنين ومن حقها أن تجلب الأموال للمرشحين وتغيير السياسة وأيضا شراء الانتخابات في الولايات المتحدة. هذا ما حصل في بالنسبة للانقلاب الداخلي في الولايات المتحدة. وأيضا لكن خصوصا يعني سيد إبراهيم في نقطة الانقلاب، الرجل وصل عبر انتخابات. أنا أقصد انقلاب ديمقراطي أبيض، لا أقصد يعني من خلال نعم، ولكن هو يعتبر خيار الشعب الأمريكي. لكن من الواضح أن أزمات الشرق الأوسط، إذا ما تحدثنا عن الأزمات في منطقتنا وتبعاتها، كانت جزءا مهم في الحملات الرئاسية الأمريكية. باعتقادك كيف ستكون انعكاسات هذه النتائج على أزمات المنطقة؟ أنا في اعتقادي ربما الديمقراطيين الجمهوريين يكونون أكثر حزما حول القضايا العربية. كما تعرف الديمقراطيين يعدون أن الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد حلفاء أقوياء، ولا يجب أن يرموهم تحت القطار كما قام به الرئيس أوباما. طبعا هناك سيكون اليمين المتطرف في البيت الأبيض، كل من يعني حوالي الرئيس المنتخب ترامب هم من المحافظين ومن المتشددين، ويقربون يعني سياستهم قريبة من إسرائيل إلى حد كبير، ولذلك سيكونون واضحين نحو تغيير سياستهم نحو إيران، وسيكونون أكثر عدائية لإيران. وفي اعتقادي أنهم سيحاولون تصحيح ما عطله الرئيس أوباما في الشرق الأوسط، بحيث أنه بدأ يعمل مع الجماعات المتطرفة كما نعرف في اليمن، الحوثيين على وجه التحديد. وكانت سياسة الولايات المتحدة سياسة خاطئة، سياسة مسك العصا من الوسط، وهو يعني العمل مع الميليشيات وأيضا الحكومة الشرعية في آن واحد، وهذا كان خطأ فادح أوصل الشرق الأوسط إلى ما أوصل إليه اليوم. في نفس الوقت لا يجب الذهاب بعيدا، لأنه من أدخل المناطق الشرق الأوسط في الصراعات وفي الحروب هو رئيس جمهوري، وهو الرئيس بوش عندما احتل العراق، وأيضا تدخل في أكثر من مسار. فلذلك المشكلة أن الديمقراطيين كانوا أكثر انفتاحا على الشرق الأوسط بطريقة خاطئة، عندما دعموا على سبيل المثال وقفوا ضد الديمقراطية. هيلاري كلينتون نفسها لم تكن موافقة على الربيع العربي. سمحوا بالسيسي الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد في الشرق الأوسط. انفتحوا على إيران بحيث أنه سمحوا لإيران، وكما قال في أحد المقالات الأخيرة الرئيس أوباما أنه يجب على السعودية أو العرب التقاسم المنطقة مع الإيرانيين. كان هذا خطأ استراتيجي من إدارة أوباما الديمقراطية. أنا في اعتقادي أن الرئيس المنتخب أوباما سيكون أكثر حزما نحو قضايا الشرق الأوسط. ربما يكون هناك يعني حروبات أكثر، ربما يرتكب جرائم. سنستكمل أكثر سيد إبراهيم من هنا، ولكن دعنا نشرك معنا بالنقاش الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري. سيد نبيل مساء الخير. سيد نبيل هل تسمعني؟ نعم أسمعكم. أهلا بك سيد نبيل. يعني يتوقع الجميع أن تتغير السياسة الأمريكية تجاه أزمات العالم والمنطقة، يمنيا ما هي اتجاهات التغير برأيك؟ أولا لا شك أنه الاختلاف الجوهري بين سياسة الديمقراطيين والجمهوريين هي ترتكز حول الآليات الحقيقية لهذه السياسة، ولا تختلف الاستراتيجيات. بمعنى آخر أن الجمهوريون دائما يتدخلون مباشرة في أي أزمات
بقدر ضرر وأهمية تلك الأزمة بالنسبة للمصالح الأمريكية، على عكس الديمقراطيين الذين يلعبون من بعيد ويبررون سياساتهم دون التدخل المباشر. نعم. هذه من أهم الملامح التي ربما ستتحدد أو ستحدد معالم السياسة الأمريكية تجاه الوضع في اليمن. بمعنى آخر أيضا كما سيكون الفارق الكبير والجوهري فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الإيرانية وتحديدا مسألة ومصير الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني. نعم. سيتحدد الكثير من على ضوء هذا الموقف. هو بهذه النقطة سيد نبيل، يعني يبدو ترامب معترضا على موقف الإدارة الحالية من إيران، ولكنه أيضا لا يخفي موقفه غير الجيد من السعودية، وهما يعني قطبي في الأزمة اليمنية في الوقت الراهن. كيف سينعكس موقف ترامب على الدولتين أو يعني من الدولتين على الأزمة اليمنية؟ الملاحظ في موضوع ترامب أن ترامب أتى إلى الرئاسة الأمريكية من حقل رجال الأعمال ولم يأتي من خلفية سياسية ومن حقل رجال السياسة. وهذا ربما سيكون شيء إيجابي بالنظر إلى صلابة السياسة الجمهورية وحديتها. ربما الجانب التجاري في الموضوع والخلفية التجارية في الموضوع ربما ستحد كثيرا من اندفاع ترامب فيما يتعلق بعلاقته بالخليج تحديدا، واعتبار الخليج أيضا ليس فقط على مستوى الحليف ولكن تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية أيضا منطقة مصالح استراتيجية لها، من خلال النفط، من خلال العلاقة مع إسرائيل، من خلال كل هذه المحددات أيضا هي من تحدد نمط أو توجه السياسة الجمهورية في المرحلة القادمة. بمعنى آخر أيضا أنه بدأ ما ستتعقد فيه الأمور في اتجاه الملف النووي الإيراني كلما سيكون هناك انفراجة فيما يتعلق بمسألة التواصل الأمريكي الخليجي، فيما يتعلق نعم. أيضا ربما حتى أيضا إذا ما تطور الأمر أنه سيحد هذا التوجه الأمريكي من مغامرة إيران و محاولة التدخل العسكري في أي من هذه المنطقة. نعم. سيد نبيل ابقى معنا، بس يعني سأعود بسؤال للسيد إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، إذا ما تحدثنا يمنيا، ما الذي سيتغير في مسار الأزمة اليمنية برأيك بفوز ترامب في الرئاسة الأمريكية؟ أنا في اعتقادي يجب أن يدرك الجميع أن الولايات المتحدة بغض النظر على ما كان الرئيس ديمقراطيا أم جمهوريا، يعني هي تنطلق من الحفاظ على مصالحها. أوباما ترامب قال بالأمس في خطاب الفوز أنه سينطلق من مصالح الولايات المتحدة أولا، يعني فإذا كانت مصالح الولايات المتحدة ستلتقي مع الحكومة الشرعية ومع التحالف العربي طبعا سيوقفون ضد الحوثيون. انا فاعتقد انه سنكون بالنسبه لليمنيين افضل حالا بالنسبه لترامب. ترامب سيكون تاثيره السيء على السياسه الداخليه للولايات المتحده الامريكيه، اما في السياسه الخارجيه يعني معظم السياسه الخارجيه التي ترسمها هي وزاره الخارجيه ووزاره الدفاع، يعني وكانوا هم ضد الرئيس أوباما في تحركاته نحو يعني التخلي عن حلفائه في الشرق الأوسط. نعم. والعمل بشكل خاطئ يعني نحو قضايا الشرق الأوسط الجوهرية وتدخل الميليشيات من حزب الله إلى الحوثيون. نعم. سيراجعون ذلك، ومن منطلق الحفاظ أيضا على إسرائيل، لأنهم يدركون أن توقل الميليشيات التابعة للتحالف الإيراني سيسبب خطر على إسرائيل، فلذلك هم سينطلقون من مصالح أولا الولايات المتحدة وثانيا من مصالح إسرائيل في الشرق الأوسط، ووجود إيران يعتبر تهديدا مباشرا بالنسبة للأمن الأمريكي وللأمن الإسرائيلي على وجه التحديد. نعم. أنا فأعتقد أنه ترامب سيكون أكثر حسما نحو القضايا. نعم. ولكن سيد إبراهيم، يعني بحكم أن المطروح الآن كأرضية للحل السياسي في اليمن مبني على مقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ما مصير هذه المقترحات بعد وصول إدارة أمريكية جديدة؟ أنا في اعتقادي أنها ستتغير جوهريا، وثانيا سيعتمد ذلك على مدى تحرك السلطة الشرعية والتحالف العربي نحو إقناع الإدارة الجديدة بأن يعطوا للشرعية وقوات التحالف الخط الأحمر لتحرير صنعاء، فلذلك هذا سيعتمد على
على على محورين. المحور الأول مدى تحرك الإدارة الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والتحالف العربي لإقناع الإدارة الجمهورية الجديدة بأنه يجب وضع حد للتدخل الإيراني في المنطقة، وأن مصالح الولايات المتحدة هي مربوطة أكثر بمصالح الدول العربية وعلى وجه التحديد الخليج العربي، ويجب إيقاف المشروع الإيراني. فإذا نجح الحكومة الشرعية وأيضا الخليجيين والعرب على وجه التحديد بإقناع الإدارة الجديدة أن سياسة أوباما كانت خاطئة وكانت مدمرة للشرق الأوسط وأيضا للمصالح الأمريكية، إذا تحركوا على هذا الأساس وكان لهم حجة الإقناع، فأنا أعتقد أن الأمور ستتغير يعني جوهريا. نحن ندرك تماما أن الولايات المتحدة لها باع كثير في تغيير من كثير من الأنظمة وكثير من السياسات، وأيضا وضع حد لتوسع الميليشيات اذا ارادوا ذلك. نعم سيد ابراهيم، يعني هذا السؤال الاخير، يعني الحكومه الشرعيه اليمنيه كيف ستواجه الضغوط التي قد تضعها عليها الحكومه الامريكيه السابقه خلال الفتره المتبقيه؟ انا فاعتقد انه الان هي لا يوجد يعني يجب ان يراوقوا مع الاداره الامريكيه الجديده، لان القديمه اداره اوباما لانها في شبه المنتهية ولا يستطيعون تنفيذ اي قرار جوهري الان. نعم اذا اشكرك جزيلا. نعم اذا وضحت الصوره سيد. اكمل سيد، اكمل فكرة. سواء كان هذا الامر داخليا او خارجيا، بالنسبه لاداره اوباما اصبحت في شبه المنتهية ولا يحق لهم اتخاذ اي قرار محوري او جوهري يغير في السياسه القادمه. نعم وضحت الصوره. المحلل السياسي ابراهيم القعطبي كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. نعود الى ضيفنا الاخر نبيل البكيري. سيد نبيل، يعني خلال عامي الازمه اليمنيه كانت الاداره الامريكيه تعلن دعمها للتحالف العربي وللسلطه الشرعيه، ولكنها كانت تحافظ على علاقه مع ميليشيا الحوثي في ذات الوقت. باعتقادك هل سيتغير الموقف الامريكي من جماعه الحوثي بعد وصول ترامب للرئاسه؟ اولا دعني اتفق كثيرا مع ما طرحه الاخ ابراهيم فيما يتعلق به عدم انتظار تغير الموقف الامريكي فيما يجري في اليمن، بالنظر الى هذا المتغير الحاصل من خلال ذهاب الديمقراطيين وصعود الجمهوريين. بمعنى اخر ايضا انه ما لم تسارع الحكومه الشرعيه والتحالف العربي بتقديم رؤى واضحه وصريحه حول اخطاء السياسه الامريكيه السابقه التي اوصلت المنطقه والتي وقفت سدا منيعا امام تحولات الربيع العربي، وأنها أدت إلى إعاقة ديمقراطية وسياسية، انفجرت حربا أهلية وطائفية طاحنة في كل من العراق وسوريا واليمن، وبالتالي ما لم تصل هذه الرؤية إلى الأمريكان وتفرض على الإدارة الجمهورية فإننا لن يكون هناك جديد على الإطلاق فيما يتعلق بمسار السياسة الأمريكية. نعم. لكن في المقابل أيضا يجب أن ندرك أيضا أن لن يحك جلدك غير ظفرك، بمعنى إن لم تقدم أن رؤى وتسارع إلى تحقيق استراتيجيتك الخاصة وتكتيكاتك الخاصة على الأرض. نعم. استعادة زمام المبادرة وإدارة الدولة والمؤسسات والمناطق المحررة واستعادة ما تبقى من هذا، اعتقادي أنه لا يمكن أو لا نتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في السياسة الأمريكية ما لم نكن نحن بابها للتغيير الذي يجب ان يفرض. نعم، سيد نبيل، يعني هناك من يقول ان السلطه الشرعيه والتحالف العربي كانا واقعين تحت ضغط حسابات الاداره الامريكيه الحاليه، وان يعني هذا كان سببا في تأجيج او مسار الازمه اليمنيه. الان هل نتوقع ان ياخذ المسار العسكري مكانته في المقدمه مجددا على الاقل في الفتره الواقعه بين الانتخابات وبين تسلم ترامب منصبه نهايه يناير المقبل؟ باعتقادي اليوم من خلال ما نلاحظه ايضا ارتباط مفهوم الحل السياسي في اليمن بالاداره الديمقراطيه وخطه كيري الشهيره التي تحولت بعد ذلك الى خطه او قرار لولد الشيخ، كل هذا اليوم تكاد تكون انتهت هذه القصه، وغادر اليوم ولد الشيخ بحسب بعض الاخبار الرياض، مما يحمل معطيات واضحه ان المسار السياسي في اطار ذهاب الحكومه الجمهوريه او الديمقراطيه في امريكا
كن أو لم يعد له قدوة في الحالة اليمنية، وخاصة وأن كل المراوغات السابقة وكل المحطات السابقة في العملية السلمية أدت إلى فشل كبير، وأن الخيار الواضح والحقيقي الآن الأكثر قدوة بالنسبة لنا كيمنيين هو العودة إلى مسار الحل العسكري، الحل العسكري الذي يعيد صياغة عقد اجتماعي جديد في الحالة اليمنية من خلال استعادة الدولة ودحر الانقلاب، وبعد ذلك الذهاب إلى عدالة انتقالية جديدة يؤسس عليها نظام سياسي جديد. نعم، أشكرك نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا من القاهرة الآن الباحثة والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء، مساء الخير. مساء النور. سيدة ميساء، يعني تبدو مواقف ترامب متشددة، وهي تتحدث عن أطراف منخرطين في الأزمة اليمنية تحديدا إيران والسعودية. بالنظر إلى تفاعلات اللحظة، في أي اتجاه يمكن أن تذهب خيارات ترامب ومن خلفها الأزمة اليمنية برأيك؟ هو طبعا ترامب كان واضح في مسألة داعش، بس في اليمن أنا ما شفت له شيء واضح، تصور واضح معين. لكنه في مسألة داعش هو طبعا عنيف في تصوراته، وهذا بيعطيه يعني بيخلي أقرب للتصور الروسي، يمكن هذا اللي أقلق العرب يعني بالتحديد السعودية، خصوصا بعد قانون جاسا. خصوصا أن هذا القانون يتطلب لتطبيقه يعني موافقة من الرئيس، لكن خلينا نكون عمليين، هم في الأخير لديهم مصالح مادية مع السعودية كبيرة. ومع الغرب، مع دول الخليج يعني مع العرب. فبالتالي هذا بيلعب دور أيضا، يعني الصوت العالي هو كان ينفع أيام الانتخابات، لكن الآن وقت التطبيق في أولا سياسة يعني موجودة أصلا هو لن يستطيع قلبها جذريا يعني، أيضا في مؤسسات موجودة، وفي بالتالي هو بيقوم على يعني على ما الآخرين سبقوه، لكن بيكون له توجه أكثر ميل صدامي، أكثر دبلوماسية ممكن في بعض الملفات. اليمن ملف شوية هامشي بالنسبة لسوريا، هي أيضا ملف يعني موضوع سوريا الآن الغرب صار متوتر إنه هو سيدة ميساء، هو تحدث أيضا عن طرفي الصراع في اليمن، هو الطرف السعودي والإيراني، أنت تحدثت عن يعني مواقفه يعني التي ستكون تجاه السعودية، ولكن إذا ما تحدثنا عن إيران تحديدا، إيران هي بالنسبة للأمريكيين لا يمكن أن يثقوا فيها تكون حليفة لهم، لكنهم بيستخدموها لابتزاز حلفاء لهم. هل ستظل سياسته يعني كالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما تجاه إيران؟ أعتقد أنه سيكون أكثر انخراط في الشأن العالمي. أوباما لاحظ أنه أمريكا انكفأت على نفسها، وكان في انكماش في الخارجية الأمريكية عموما. وكانت السياسة الأمريكية بشكل عام متسمة بالسلبية هذا أيام أوباما. أتصور أنه سيكون أكثر انخراط في الوضع الحالي في الشرق الأوسط، أتصور هذا، ولكن مش أكيد. في النهاية أمريكا أيضا صارت تعاني من أزمات كثيرة داخلية، بالذات أزمات اقتصادية. لكن هنا أنا اللي أحب أوضحها أنهم حتى لو تعاملوا مع إيران، إيران لا يمكن لها أن تكون حليفة لهم بالكامل. هم في النهاية الهدف منه هو ابتزاز أو الضغط على أطراف أخرى مثل تركيا والسعودية، أكثر منه تحالف حقيقي مع إيران. نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن خيارات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب يعني في التعامل مع الأزمة اليمنية، كيف ستكون؟ أتصور هو التوجه الغربي لن يتغير، هو توجه نحو دفع بعملية سلمية على ما هو حاصل، على الأمر الواقع، على هو الأمر الواقع الذي هو حاليا انقسام للدولة اليمنية. نعم. وكيفية مراضاة كلا الطرفين بشكل ما، يعني تقاسم سلطة، وفي النهاية الخارج ليس لديه حلول جذرية للمشكلة اليمنية، يعني هذا أكيد. في النهاية التدخلات الخارجية لها مساحتها التي تتحرك فيها. فهو المسألة هي ستظل زي ما هي، مسألة توازنات طائفية ومناطقية. الغرب يتخيل أن احنا مجرد شعوب وأقوام أو طوائف، لسنا شعب واحد. فهو سيتعامل معنا مثل ما تعامل مع العراق، مثل ما بيتعامل مع أي قضية، على إنها توازنات طائفية ومحافظة على قائم على هذا الأسس المناطقية والمذهبية.
نعم. الإدارة الأمريكية السابقة سيدة ميساء، يعني في الفترة المتبقية لها، ما الذي بوسعها فعله بشأن الأزمة اليمنية، خصوصا أن يعني الأزمة قائمة حاليا على مقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري؟ أتصور أنها لن تخرج عنها كثير، يعني هذا رأيي. يعني هل يمكن أن نرى موقف متشدد لجهة فرض هذه المقترحات على الرغم من رفض الحكومة لها؟ هي لن تخرج عن هذا الإطار، لكنها ممكن مع ترامب تكون ترامب أكثر عنف الضغط على الأطراف للقبول فيها، لكن لن تخرج عن هذا الإطار، لأنه خارطة الطريق تتكلم عن محاصصة، وهذه طبيعة الغرب في التعامل مع مشاكلنا. فهي هذه الطبيعة مش هتتغير لا مع ترامب ولا مع بوش ولا مع أوباما ولا مع أي كان، هذه هي طبيعتهم في التعامل مع مشاكلنا. نعم. فهذه لها علاقة بعقليتهم في التعامل مع مشاكلنا وبطبيعة حدود أي تدخل خارجي في أي قضية داخلية، وإن إحنا سلمنا لهم أمورنا بشكل كامل، فهذه مشكلتنا مش مشكلتهم. نعم. هذه طريقتهم في التعامل مع قضايانا، فأنا ما أعتقدش إنه في حيحصل تغير، أنا أعتقد إنه سيكون أكثر عنف أو أكثر إيجابي، يعني مش إيجابية، أكثر انخراط. لكن أوباما كانت السياسة الخارجية في أوباما كانت مترددة، بطيئة، هادئة، سلبية. ممكن هو يكون مختلف من هذه الزاوية، لكنها تظل في الأخير نفس الخطوط العامة يعني. نعم. ولكن سيدة ميساء، في سؤال أخير هنا، يعني قبل الانتخابات الأمريكية كان هناك تدخل عسكري للقوات الأمريكية بعد أن تم استهداف المدمرة الأمريكية ماسون في مضيق باب المندب، يعني هل تعتقدي بأن تكون هذه مقدمة لتدخل عسكري أكبر في فترة يعني في عهد ترامب العهد القادم؟ ربما لو تكررت طبعا هذه الهجمات بالتأكيد سيتغير الموقف. هي ما لهاش علاقة بترامب، هي لها علاقة بأنها تحمي تأمين الملاحة العالمية وتأمين ملاحتها، فهذا أكيد حيكون مختلف الوضع. لكنها أمريكا تعاملت معها كرسالة، كرسالة ضغط، مثل ما تعاملت مع لما إيران حددت سفنها في مضيق هرمز. نعم. لكن طبعا تعاملت معها بشكل مختلف، لأنها ردت على الحوثيين بضرب الرادار، طبعا لم تجرؤ على فعل هذا في إيران. لكن يعتمد طبعا هذا، لو في أي تهديد للملاحة العالمية بالتأكيد هذا سيؤدي للتدخل، لكن أمريكا حتى الآن لم تعتبرها، لم تتعامل معها بمستوى التهديد، لكن ربما لو تكررت بالتأكيد هتتعامل بمستوى تهديد. أيضا أعتقد أنهم مسألة داعش والقاعدة، وهي أكثر نشاط في الجنوب، مسألة تشغل بالهم أكثر من إحنا متصورين، أكثر من وجود الحوثي في الشمال، هذا هو الخطر الحقيقي بالنسبة لهم. هم في النهاية أولوياتهم مختلفة عن أولوياتنا. نعم. إذا أشكرك جزيلا الباحثة والكاتبة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا، بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي من إسطنبول، وأيضا الشكر لإبراهيم القعطبي كان معنا من نيويورك، هو أيضا محلل سياسي، وهو شكر أيضا لميساء شجاع الدين. مشاهدينا، بهذا القدر نصل إلى ختام الحلقة. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.